إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل درسنا في هذا الكتاب المبارك لمعة الاعتقاد لابن قدامة لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. قال رحمه الله: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وذكرنا في الليلة السابقة أن المراد بقوله ولا نزيل عنه صفة من صفاته، يعني لا نزيل عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت، فهو يريد بذلك أنه إذا شنع المعطلة والمفوضة على أهل السنة في إثبات الصفات وحرفوا الكلم وشنعوا على أهل السنة والجماعة كقولهم هؤلاء حشوية أو مجسمة أو نابتة، فإنه لا يلتفت لذلك، لا يلتفت لشناعة أهل الباطل، وإنما يثبت المسلم على الحق. ولهذا قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك، يعني أننا لا نعلم كيفية الصفات، وإنما نعلم المعنى ونؤمن باللفظ، أما الكنه فلا يعلم البتة، ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن أيضاً يعمل به فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا نتجاوز القرآن والحديث. ثم ذكر كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني على المعنى الذي أراده الله عز وجل، والمعنى الذي أراده الله هو واضح من ظاهر لفظ القرآن وظاهر لفظ السنة. وكذلك آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وليس في هذا تفويض للمعنى كما ظن ذلك بعض الناس، لأنه قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ومراد الله ظاهر للسامع، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر للسامع، ولا يخاطب الله عز وجل الناس بما لا يفهمون. ثم قال المؤلف: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. وعلى هذا يعني التسليم لنصوص الكتاب والسنة وإثبات المعنى التي دلت عليه درج السلف، والمراد بالسلف هنا الصحابة. إذا أطلق السلف فالمراد بالسلف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدون العلماء لما يتكلمون عن الرافضة يقولون أنهم يسبون السلف والرافضة يسبون الصحابة، فدل على أن السلف يطلق على الصحابة.
وأئمة الخلف، والمراد الذين هنا في هذا النص وأئمة الخلف المراد الذين خلفوا الصحابة وهم التابعون تلاميذ الصحابة، لأن الخلف له إطلاقان: إطلاق هو من جاء بعد السلف، وإطلاق هو مصطلح على المؤولة والمعطلة من أهل الكلام، فيقال عنهم خلف. ولهذا لما يقول المؤولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، لا يريدون أن مذهب التابعين أعلم، وإنما يريدون مذهبهم هم، والتابعون من السلف، فإن كل من تبع السلف فهو سلفي، فالصحابة سلف، والتابعون سلف، وأتباع التابعين سلف. ولهذا قيل لأئمة الحديث الذين ساروا على معتقد الصحابة بأنهم سلف. وأما الخلف فهم الذين خالفوهم وأولوا الكلام وعطلوا الصفات، فهؤلاء يسمون خلف في المصطلح. لكن المؤلف هنا لا يريد هذا المصطلح، وإنما يريد الذين خلفوا بعد الصحابة وهم التابعون. ولهذا قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، من غير تعرض لتأويله. انتبهوا إلى هذا النص، فإن فيه إجمال ربما أوهم على بعض الناس. كلهم متفقون على الإقرار، يقرون بأي شيء؟ يقرون بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. والإمرار يعني يمرونها على ظاهرها، المتبادر من النص. والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. المراد بالتأويل هنا صرف اللفظ، إما أن يتكلمون عن الكيفية، إما أن يكون المراد أنهم لا يتعرضون للكيفية، أو المراد أنهم لا يؤولونها بمعنى غير الظاهر، لا يحمل على غير ذلك، لأن التأويل كما مر معنا يطلق على التفسير ويطلق على حقيقة الشيء. فقوله لا يتعرضون لتأويله ليس المراد أنهم لا يتعرضون لتفسيره، فإنهم يعلمون المعنى ويذكرون المعنى. يقولون السميع مثلا اسم لله دال على صفة السمع، البصير اسم لله دال على صفة البصر، فهم يثبتون هذا، لكن لا يتعرضون للكيفية ولا يدركون حقيقة هذه الصفة، فهذا لا يتعرضون له، أو لا يتعرضون لتأويله على مذهب الخلف بمعنى أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره ويلتمسون له معنى آخر كما فعل الخلف. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، يعني آثار السلف، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث العرباض بن سارية. عليكم بسنتي، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون كما تعلمون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن سنتهم
التي يجمعون عليها سنة صحيحة. وفي مسائل الاعتقاد الصحابة كلهم على عقيدة واحدة كما هو معلوم، فإن الصحابة لم يختلفوا في مسائل العقيدة وأصولها، وإنما يحصل الاختلاف بينهم أحياناً في مسائل متعلقة بالأحكام الفرعية، يعني في أحكام تتعلق بالصلاة، تتعلق بالحج، تتعلق بالزكاة ونحو ذلك. وأما مسائل الاعتقاد فهي إجماع عندهم، كلهم مجمعون على ذلك. ولهذا يجب علينا أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومعنى عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها غاية التمسك، فإن النجاة فيها. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أي شيء أحدث في دين الله عز وجل فهذا مرفوض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فكل ما أحدث من المعاني الزائغة التي جاءت عند المؤولة فهي مردودة، لأنها لم تكن على عهد الصحابة والتابعين، فهي من المحدثات. فإن كل محدثة بدعة، وهذا اللفظ فيه صفة العموم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمراد بالابتداع في مسائل الدين وليس في الأمور العادية، فكل بدعة في مسائل الدين فهي ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعض الناس ليروجوا لبعض البدع فيقولون هذه بدعة حسنة، وإنما البدع كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني الملفت هنا أن المؤلف جاء بكلام أحمد بن حنبل والشافعي ثم جاء بكلام عبد الله بن مسعود، والأولى أن يقدم كلام الصحابة قبل كلام غيرهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. اتبعوا يعني سيروا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من الذي كفانا؟ الله كفانا، الله أكمل لنا الدين، فلا نحتاج أن نأتي بشيء جديد، لا نحتاج أن ندخل في دين الله شيئا جديدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل مسائل الاعتقاد ويشمل كل الشريعة، فإن باب الابتداع في الدين مسدود، لأنه قد كمل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاماً معناه، وعمر بن عبد العزيز تعلمونه، فهو إمام من الأئمة، وقيل عنه بأنه خامس الخلفاء الراشدين. وقال عمر بن عبد العزيز كلاماً معناه: قف حيث وقفوا، أو قف حيث وقف القوم، ويقصد بالقوم الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. انظروا إلى هذه العبارة، قفوا يعني كما فعل الصحابة فأنت تفعل، فهم جاءوا بالمعاني الظاهرة من الأسماء والصفات، وكفوا عما وراء ذلك. وهذا الكف عن علم وعن بصيرة، ليس عن جهل بل عن علم وعن بصيرة.
ولهذا قال وببصر نافذ كفوا، ليس عن جهالة. ودعكم من خرافات المؤولة والمعطلة، فإنهم يقولون إن الصحابة شغلوا بالجهاد ولم يفتقوا المعاني، ونحن فتقنا المعاني. ولهذا يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذه المقولة باطلة ليست بصحيحة، فإن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهم ما وقفوا عن شيء إلا من الفقه في الدين، فإن الذي وقفوا عنه وعن الخوض فيه هذا ليس من الدين أصلا، وإنما وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها. يعني لو كان هناك معاني لآيات وأحاديث الأسماء والصفات فهم عندهم القدرة على كشف هذه المعاني، لأنهم أهل لغة عربية فصحى وتلقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن ما في معاني إلا ما ظهر منها. يعني لو كان هناك معاني، لأن المعطلة يقولون هناك معاني الصحابة انشغلوا وما خاضوا فيها، فنحن نبينها ونعلمها للناس ونحو ذلك من القول، وقولهم هذا باطل، وإنما كفوا في مسائل الدين لأن ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كافي في ذلك، وإلا فهم أصحاب عقول راجحة وعندهم قدرة على الاجتهاد في مسائل كثيرة، وليس كفهم عن ذلك عن جهل بل عن بصيرة وعلم. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني حدث أشياء بعد زمن الصحابة، فما أحدثه إلا من خالف هديهم. يعني هذا الذي حدث من الذي أحدثه؟ فما حدث هذا من خلاف هدي الصحابة رضوان الله عليهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ولا شك أن هذه نصيحة غالية ومنهج سليم من عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، فإنما دون الصحابة فهذا محسر، محسر يعني منقطع ناكل، وهذا من الجفاة. وما فوقهم يعني الذي تجاوز هديهم فهذا من الغلاة، أهل الغلو، وهذا يدل على أن منهج الصحابة هو المنهج الوسطي الصحيح. المنهج الوسطي يعني المنهج العدل، فهو المنهج الصحيح، فإن الغلو انحراف وإن التقصير انحراف. ولهذا قال فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رواه أبو داود وابن بطة في الإبانة الكبرى، وأيضا أورده المؤلف في كتاب له اسمه ذم التأويل، وذكر أيضا كلاما عن الإمام أبو عمرو الأوزاعي. وأبو عمرو الأوزاعي الذي مر معنا أن شيخ الإسلام قال عن موفق الدين ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من موفق الدين، فمعنى ذلك أن الأوزاعي على منزلة كبيرة من العلم وهو إمام من الأئمة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وهذا الأثر عن الإمام الأوزاعي
رواه الأجري في الشريعة، ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وهو ينصح بأن تعتمد الآثار، آثار من سلف من الأئمة من الصحابة والتابعين، وإن رفضك الناس، يعني وإن كان الناس لا يقبلون هذا الأثر، حصل عند الناس تغير، حصل انحراف، فلا تلتفت إليهم. إذا تمسكت بالحق فما عليك من بقية الناس، والناس قد يمر عليهم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فلا تلتفت لرغبات الناس، بل عليك بأثار من سلف، وهذا في مسائل الدين كله، في العقائد والأحكام. وحذرنا من آراء الرجال، والرأي هو الذي يأتي بغير دليل، الرأي هو الذي يأتي بغير دليل، أو أنه فهم في الدليل لم يقل به الرعيل الأول، إما أن يكون هذا القول قال به صاحبه من غير دليل فهذا مجرد رأي فهذا لا تلتفت إليه، أو أن الفهم في الدليل هذا فهم جديد لم يقل به الرعيل الأول فهذا أيضا يعتبر من الرأي، لأنه جاء برأي ليس هو أو بفهم ليس هو فهم السلف. ولهذا أكثر الناس الآن يدعي أنه على الكتاب والسنة، كل فرقة تقول نحن على الكتاب والسنة، حتى الباطنية تقول نحن على الكتاب والسنة، لكن بفهمه هو وليس بفهم السلف الصالح، فهو يفسر الكتاب ويفسر السنة بتفسير من عندي نفسه أو بتفسير باطل أو نحو ذلك، ولكن الفيصل الذي يبين لك الحق أن تقول ماذا قال السلف في هذه المسألة، هل فهموا فهمك أم أن فهمك لم يقل به السلف؟ فإذا كان الفهم الذي يروج له القائل ما قال به السلف فاعلم أنه باطل، فاعلم أنه باطل ولا يلتفت إليه البتة. فإن كان قال به السلف فهذا شهادة منهم على أن هذا الفهم صحيح. ثم قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة، وهذا محمد بن عبد الرحمن الأذرمي من العلماء السابقين، وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي، وهو قد أخذ عن ابن عيينة وابن مهدي، وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم، قال أبو حاتم والنسائي ثقة. وهذا محمد بن عبد الرحمن الأذرمي له قصة مع الخليفة الواثق، فإنه جيء به من بلاده مكبل في الحديد أيام فتنة القول بخلق القرآن، حتى جيء به إلى مجلس الواثق، وطلب الواثق منه أن يناظر ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد هو رئيس القضاة في ذلك الزمن، وهو الذي أضل الخلفاء، أضل المأمون والواثق ومن معهم في ذلك الزمن ببدعته، حيث اعتنق مذهب الاعتزال، ورأى أن إثبات الصفات لله عز وجل تناقض التوحيد، لأنهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل فصار جسماً والأجسام متشابهة وهذا يناقض التوحيد، ولهذا نفوا هذه الصفات بزعمهم لتحقيق التوحيد، وهي بدعة كبيرة جداً انقدحت في أذهانهم. والمصيبة جاءت لما تبنى الخلفاء هذه البدعة وظنوا أنهم على صواب وحملوا الناس على القول بذلك وعذبوهم
وحصلت فتنة كبيرة في التاريخ تسمى فتنة القول بخلق القرآن، لأنهم جاءوا بها من جهة الكلام، فإن الكلام صفة لله عز وجل، وهم لا يثبتون الكلام صفة لله عز وجل لأنهم ينفون الصفات، ولهذا قالوا أن هذا القرآن مخلوق، فجاءت الفتنة على هذا الأساس، فامتحن الناس في ذلك، وممن ثبت في من الناس على البلاء في ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فإنه صبر على السجن والتعذيب لئلا يغير شيء من الدين، فإنهم طلبوا منه أن يقول أن القرآن مخلوق، وعذبوه وعذبوا غيره من العلماء، فكان بعض العلماء ترخص وجاء بتورية، فقال يشير إلى أصابعه إن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة، وهو يشير إلى أصابعه، فسلم من العذاب ومشى. قيل للإمام أحمد: لماذا لا توري مثل ما يفعل هؤلاء؟ وكان الناس كلهم، كثير من الناس حاضر يريد أن يكتب ما يقول الإمام أحمد، فلما قال له قائل ذلك قال: اخرج وانظر كيف حال الناس. فقال: الناس كلهم مجتمعون، كل واحد معه ورقة وقلم يريدون أن يكتبوا ما تقول. فقال: أضل هؤلاء؟ فثبته الله عز وجل على الحق حتى انكشفت هذه الفتنة في زمن الخليفة المتوكل. وهذا يدل على أن العالم القدوة لا ينبغي له أن يترخص إذا كان يكون في ذلك انحراف للناس، فإن الناس ينظرون إلى العالم القدوة ماذا يقول في هذه المسألة. ولو عرف بعض الناس أن هذا عنده عذر وأن قوله له سبب، لكن عامة الناس لا يدرون، يظنون أن هذا هو القول الصحيح الذي قال به. ولهذا فإن موقف الإمام أحمد حمد له ورفع الله قدره وشانه بهذا الموقف العظيم الذي دافع فيه عن العقيدة. وممن جاء بهم وعذبوا هذا الإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. قال المؤلف هنا: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، أبهم اسمه، ما ذكر اسمه، وهو أحمد بن أبي دواد. ماذا قال له؟ قال له لما طلب منه الواثق أن يناظره، فقال: هذه المقولة التي تدعو الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء الأربعة. أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. يعني هذا جرأة كبيرة جدا والعياذ بالله، يعني الرسول ما علم هذا الأمر، والصحابة ما والخلفاء الراشدون ما علموا هذا الأمر. قال: ما علموها، لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل، فتراجع الرجل عن قوله، قال: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا بها؟ يعني هم علموها وسكتوا ما تكلموا بها، وأنت تتكلم بها وتحمل الخليفة على أن يجبر الناس على القول بها؟ قال: أفوسيعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضراً: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. والقصة هذه قال عنها الحافظ ابن حجر: القصة مشهورة، حكاها المسعودي وغيره،
وقال انظر، وهذه المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن أبي دؤاد بحضرة الواثق في تاريخ بغداد أطول من هذا الكلام، فيها لأن فيها قصة، وذكرت أيضا في سير أعلام النبلاء، ورواه الأجري بسنده في الشريعة. يعني القصة بأطول من هذا، أنهم فكوا وثاقه فأخذ وثاقه معه، أخذ الحديد الذي فكوه، فقال لماذا تأخذ؟ قال أريد أن أحاج عند الله بهذا الوثاق الذي قيدتموني به ظلما. فحرص الخليفة على أن يبقى عنده فرفض، وقال إنني تركت أولادي يدعون عليك وأهلي، فأنا أريد أن أرجع إلى بلادي حتى يكف عن الدعاء عليك. قصة جميلة جدا ذكرها في تاريخ بغداد بطولها، ذكرت هناك. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الصفات التي أوردها المؤلف تدل على أنه سلفي المعتقد، لأنه ما أورد الحياة والإرادة والقدرة، وإنما أورد الصفات التي يؤولها المؤولة. وقد أشار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في تعليقه على هذا الكتاب تعليقات لطيفة مفيدة، فقال الصفة الأولى الوجه، والوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. لما يقول الشيخ حقيقي يعني ليس بمجاز، لما يقول وجه حقيقي ليس المراد أنه يشبهه بوجوه الناس، وإنما المراد أنه حقيقي ليس مجاز كما يقول المؤولة، فإن المؤولة يقولون هذا مجاز. قال وهو وجه حقيقي يليق بالله، وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، يعني المراد بوجه الله يعني ثواب الله، وهذا تفسير باطل من ثلاثة أوجه. الأول أن هذا ليس هو ظاهر القرآن، فالظاهر لما يقول وجه فإن الوجه ليس هو الثواب. الأمر الثاني فهو مخالف لظاهر القرآن. الأمر الثاني أنه مخالف لطريقة السلف، فإن السلف لم يقولوا ذلك ولم يؤولوه بالثواب. الأمر الثالث أن هذا التأويل ليس عليه دليل، ما في دليل ولا مرة واحدة أن المراد بالوجه الثواب، ما في دليل، فهذا قول بلا دليل، فهو مخالف لظاهر القرآن، وهو مخالف لطريقة السلف، وهو قول ليس عليه دليل، فيكفي أن تبطله بهذه الثلاثة الوجوه. وكل تحريف للنصوص من المؤولة احفظ هذه الثلاثة،
وتأمل في هذه الثلاثة، أنه مخالف لظاهر القرآن، وأنه مخالف لطريقة السلف، وأن القول الذي ذهبوا إليه ليس عليه دليل. لم يقل أحد من السلف أن المراد بالوجه الثواب. الصفة الثانية اليدان، من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وهذا رواه مسلم والبخاري بمعناه. وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة، يقولون اليد المراد بها النعمة أو القدرة. ونرد عليهم بإيش؟ كيف نرد عليهم؟ الثلاثة نرد عليهم أن هذا القول خلاف ظاهر القرآن، وأنه خلاف طريقة السلف، وأنه ليس عليه دليل، بل إن السياق يأباه. يعني لما تقول السياق، لما تقول بل يداه مبسوطتان، هل يكون المعنى بل قدرتاه أو نعمتاه مبسوطتان؟ هذا لا يأتي. ولهذا قال: وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما، يعني تفسير اليدين بذلك قطعا، كقوله تعالى: لما خلقت بيدي، فهنا تثنية، وقوله: وبيده الأخرى القبض. فهذا يرد هذا التأويل ردا ظاهرا، وهو تأويل لا دليل عليه. وقال عليه رحمة الله: الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الوجه الأول الإفراد، يعني الصياغات التي جاء فيها ذكر اليد. الصيغة الأولى الإفراد، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فهنا ذكر إفراد بيده. الثاني التثنية، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والثابت أن لله يدان، اليمنى التي قال تنفق، والثانية بل يداه مبسوطتان. فكيف توفق؟ قال: التوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين. وأما الجمع مما عملت أيدينا فهو للتعظيم، يعني هذا الجمع للتعظيم، وليس المراد أن لله أيد كثيرة وليست يدان، وإنما هو للتعظيم لا لحقيقة العدد. فحينئذ ما دام أنه للتعظيم لا ينافي التثنية. وقيل إن الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، فإذا كان التثنية من الجمع فلا حرج في ذلك وليس فيه إشكال. فإذا حمل الجمع على أقله، يعني على الثنتين، فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. الصفة الثالثة التي أوردها المؤلف صفة النفس، والنفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وعيسى نبي مكرم، لا يمكن أن يصف الله بباطل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الصفة الرابعة المجيء، والمراد به مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجاء ربك، وقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. وهذا حديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، يقولون: وجاء ربك، يعني جاء أمر ربك. ونرد عليهم بالثلاثة الردود السابقة. ما هي الثلاثة؟ ما كتبتموها؟ أن هذا مخالف لظاهر القرآن، وأن هذا مخالف لطريقة السلف، وأنه لا دليل عليه، ما في دليل أن الذي جاء هو أمره. الخامسة، الصفة الخامسة الرضا، والرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، يقولون: إن الله لا يرضى عن العبد، يعني إن الله يثيب العبد. والرد عليهم بالثلاثة الأوجه التي مرت معكم. الصفة السادسة المحبة، من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهو حديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب، طبعا عندهم تعليلات ساقطة لا قيمة لها، ما دام أن النص قد ورد فلا يلتفت لتعليلات الصادقة، لأن الذي يثبت هذه الصفات لا يثبتها، هم كلهم يقولون أن هذه يلزم منها النقص أو يلزم منها المشابهة أو نحو ذلك، وهذا كلام كله غير صحيح، لأنه لو لزم منها النقص لما ذكرها الله وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن لو تدل على التشبيه لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى الناس عن اعتقاد ظاهر النص، فما دام أن الرسول ذكرها ولم يقيد وهو قد بلغ البلاغ المبين، فيدل على أنه ما ترك شيء نحتاج إليه. يعني هذه المعاني التي يذكرونها لو كنا نحتاج إليها في ديننا لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تركها ما كان بلغ البلاغ المبين. فعملهم هذا هو استدراك على صاحب الشريعة، وهو من البدع التي أحدثوها.
الصفة السابعة التي ذكرها المؤلف الغضب، والغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو حديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، يقولون: غضب على فلان، انتقم من فلان. ونرد عليهم بالثلاثة الأوجه التي مرت معكم، وبوجه رابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال تعالى: فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم. فذكر أن الانتقام يخالف الغضب، فالانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. الصفة الثامنة السخط أو السخط، والسخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام كعادتهم بالتأويل. الصفة التاسعة التي ذكرها المؤلف الكراهية، والكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهو حديث رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، يعني أبعدهم أو شيء من هذا. ومن الصفة العاشرة التي ذكرها المؤلف النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، والحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأهل التعطيل فسروا النزول بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، وهذا مردود، لأن الملك لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له، فإن الملك لا يستجيب، الذي يستجيب هو الله عز وجل. الصفة الحادية عشرة العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. لكن هذا لا يحتج به إلا إذا ضممت التاء، فإن فيه قراءة: بل عجبت ويسخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني شاب تقي نقي محافظ على صلواته ليس له صبوة وأخطاء ونحو ذلك، فإن الله يعجب من ذلك.
قال الشيخ: هذا الحديث رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن لهيعة، وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: والعجب نوعان. طبعا أهل التعطيل فسروه بالمجازاة، يقولون عجب منه يعني جازاه. قال: والعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. النوع الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله عز وجل. يعني الأصل أن نثبت العجب من غير تفصيلات، يعني لا نفرض شيء في، وإنما نثبت اللفظ والمعنى معروف، نثبت اللفظ والمعنى. أما تحديد سبب العجب، لماذا عجب أو نحو ذلك، فقد يكون له أسباب كثيرة الله أعلم بها، لكن المتعين أن نثبت هذه الصفة لوجود الأدلة عليها ولا نخوض في كيفيتها. الصفة الثانية عشرة الضحك، وهو من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، وهو حديث متفق عليه. يضحك الله إلى رجلين حديث متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، يضحك إلى رجلين يعني يثيبهما، وهذا ليس هو ظاهر النص ولم يقله أحد من السلف. الصفة 13 الاستواء على العرش، استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في 7 مواضع من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو 72 سنة، إلى أن قال في العرش: بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. قال: مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه. قال: وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. وأنا أريد أن أكلف أحدكم يأتي بكلام ابن القيم في الدرس الذي سوف يأتي غداً، فمن مستعد منكم لذلك؟ قال في هذا الحديث الذي رواه أبو داود علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود في الجزء السابع في الصفحة 92. أنت تجيب؟ شو اسمك؟ طيب، جزاك الله خيرا.
والترمذي حسن هذا الحديث إلا بس ما أورده هنا، ولا حديث صحيح يثبت صفة العجب، بس هو ما أورده هنا. نعم. نعم. أيوة اختلف. الضحك صفة والعجب صفة ثانية. وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، يعني استوى على عرشه، يقول استولى على عرشه. ونرد عليهم بالأوجه الثلاثة التي مرت. قال الشيخ: ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد ذلك. والعرش لغة هو السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجه. الصفة الرابعة عشرة العلو، والعلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود: سبحان ربي الأعلى. رواه الإمام مسلم. وأجمع السلف على إثبات العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو علو حقيقي يليق بالله عز وجل. قال الشيخ: وينقسم إلى قسمين: علو صفة، بمعنى أن صفات تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وعلو ذات، بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، والسماء هي المراد بها جهة العلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين: اترك الستة واعبد الذي في السماء. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء، لما سأله ماذا كان يعبد. وأجمع السلف على ثبوت الذات لله وكونه في السماء، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه. ونرد عليهم بالأوجه الثلاثة التي مرت، وبوجه رابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض،
وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه، لأنه أي العلو صفة كمال، وخالق وصاحب وخالق الكمال هو أولى بالكمال. وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه، لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. وهنا علق الشيخ تعليق لطيف على ما معنى كون الله في السماء. قال: المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء. في السماء يعني على السماء، حروف الجر يأتي بعضها بدل بعض، أن الله تعالى على السماء، ففي هنا بمعنى على وليست للظرفية، ومعنى ليست يعني ليست السماء محيطة به سبحانه وتعالى، لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية. وقال: سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، يعني المعنى معلوم، وهذا ما يدل على أن مذهب السلف معرفة المعاني، ليس كما يقول المفوض أنهم لا يعرفون المعاني، لأنه قال الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول أي لا ندركه بعقولنا، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. والإيمان به أي بالاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. لماذا كان بدعة؟ لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم، يعني كثرة التساؤلات التي تثير الشكوك عند الناس هذه منهي عنها، خاصة إذا كان الصحابة ما سألوا عن هذا الأمر إطلاقا، فإنهم عن بصر نافذ كفوا كما مر معنا. الصفة الخامسة عشرة الكلام، وهو من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو داود في كتاب السنة، وصححه الألباني. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته.